أتذكر كم تزاحمنا نرتله فعلمنا إخاء ما نسيناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا مع سورة الزخرف، وحزب اليوم من الآية 40 إلى الآية 45. وكما بينت نتحرى دائما الوقوف التي تيسر المعاني، وفي ذلك إعانة لمن يريدون أن يحفظوا على ظهر قلب أو يجددوا ما حملوه معهم من القرآن. استمع إلى حزب اليوم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم، بالأمس توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكرنا قراءة الإمام يعقوب بالياء صلة مع اسم الجلالة الرحمن: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له، أي يقيض له الرحمن شيطانا فهو له قرين. وقراءة النون هي قراءة الجمهور، وهذه نون العظمة، نقيض تعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا يعني عشى يعشي هذا للأعمى، ويعش للذي يرى ولكن يرى قليلا. وبين الدرجتين، بين درجة الأعمى العماء التام وبين الذي يرى قليلا، نجد معظم الكافرين هؤلاء، فإنهم يعيشون حياة بهيمية قيض الله لهم الشياطين يصدونهم عن السبيل. فنحمد الله سبحانه وتعالى
أننا لا نعشو عن ذكر الرحمن، وأننا نتلو القرآن، وأننا نأتمر بأمره، فنحن أمة سمعنا وأطعنا، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. وهذه الآية تعود بنا إلى آية سابقة، الآية الخامسة: أفنضرب عنكم الذكر صفحا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاستفهام الاستنكاري بيّن أنهم لن يتركوا سدى، فما خلقهم الله سبحانه وتعالى عبثا ولن يتركهم سدى، وأنزل إليهم الرسل بهذه الكتب المنزلة، فكذبوا الرسل وكذبوا الكتب ولم يؤمنوا بالله وأبوا أن يؤمنوا بالبعث، فلذلك قيض الله لهم الشياطين وقال: نقيض له شيطانا فهو له قرين. قرين يعني معه طوالم، قرنه. قالوا في الدنيا يصده من الحلال ويزين له الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية. شوف كيف الشيطان بيشتغل. أول حاجة يصد عن الحلال ويحض على الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية. وهذه المقولة يعني ما جاء في معنى كلام سيدنا عبد الله ابن عباس. وفي الخبر أن الكافر إذا خرج من قبره يشفع بشيطان، يعني هو وتر يجيب له شفع، يبقى معه شيطان طوالي، يشفع بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأن المؤمن يشفع بملك حتى يقضي الله بين خلقه، وهذه بشارة. والذي عليه العمل أن هذا القرين في الدنيا وهو أيضا في الآخرة، والدليل على ذلك من الآية نفسها: حتى إذا جاءنا هذا الإنسان، ونبينها إن شاء الله أيضا: حتى إذا جاءنا، يعني شيطان الإنس وشيطان الجن. وقال: وإنهم ليصدونهم عن السبيل. يصدونهم عن السبيل، عن سبيل الله، عن الصراط المستقيم، عن لا إله إلا الله، ويحسبون أنهم مهتدون، كما وصفهم في سورة الكهف في آخرها: الأخسرين إيه؟ أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون أيضا قراءة، يعني احنا الآن نقرأ بها لحفص، لأن لعاصم ولابن عامر ولحمزة ولأبي جعفر، والباقون كلهم كسروا السين، يحسبون. طيب، قال هنا: ويحسبون، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني يحسب الكافر أن الشياطين مهتدية، وهذا معايش أكثر كمان مع شياطين البشر، فكثيرا ما يضلون الناس باسم الهداية وهم أبعد الناس عن هذه الهداية. ولكن يوم البعث، ونبينها إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياة الله يرضى عليك وعلى والديك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله
الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. صلح باسم من رسلنا مر من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أحسنت فتح الله عليك وعلى والديك. الله يرضى عليك. طيب قال يحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أن هؤلاء الشياطين يدلونهم على الهدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نوره الله يرضى عليك وعلى والديك. تفضلي. تقبل الله منا وعنكم صالح العمر الطيب في جنات حسنات الجميع إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. بس لو وقفت على إليك. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. آلهة يعبدون. أحسنت فتح الله عليك وعلى والديك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. منال الله يرضى عليك وعلى والديك. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطاني أكسر النون. الشيطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن. حاولي توقفي على أجعلنا. أبدي من واسأل، خذي النفس لحد أجعلنا. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا أجعل أجعلنا من لما تقولي أجعلنا لا انتظري
انت جبتها كويس، لكن قلت اجعلنا، يعني اضغمت اللام في النون وعملت غنة، اجعل، اجعلنا. نحذر دائما من اللام مع النون، الادغام فيهم يكون قريب، وده مذهب عند الامام الكسائي، لكن دائما نتحرى فيها ونتكلف. لا مصهرة؟ أجعل، نعم اللام مظهرة، مظهرة اللام؟ نعم لام فعل هذه. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعبدون. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. طيب قولي أجعل، لا لا خلاص خلاص، ده الحزب، عادك تقوليها معاي، أجعل، أجعلنا، 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 أيوة أجعلنا، أجعلنا. الله يفتح عليك وعلى والديك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. انتصار، الله يرضى عليك وعلى والديك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أحسنتي، فتح الله عليك وعلى والديك، الله يرضى عليك. طيب قال حتى إذا جاءنا وحتى إذا جاءنا، جاءنا لعن شايفين عين حفص قربها في الحقيقة أبو عمرو البصري ويعقوب وشعبة وحمزة والكسائي، دي كلهم قرأوا جاءنا، وأهل المدينة وأهل مكة وبقية القراء قرأوا حتى إذا جاءنا، لأنه قال نقيض له شيطانا فهو له قرين، فأصبح القرناء اثنين هنا، شيطان الإنس وشيطان الجن. شوف الشكل بيناتهم، تبدأ من المرحلة دي. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لأن ربنا قال رب المشرقين ورب المغربين. طيب ف يتمنى أن لم يره ولم يسمع به، وتكون المسافة بينهما أبعد مسافة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا قالوا فيها يعني أطول يوم في الطلوع في الصيف وفي الشتاء، وده أيضا ذكروه. وجابوا معنى ثالث، قالوا العرب دائما يعني وقات المشرقين والمغربين بتجمع الحاجات مع بعضها، كيف؟ قالوا بيقولوا القمران للشمس والقمر، وبيقولوا العمران لأبي بكر وعمر، وبيقولوا البصرتان للكوفة والبصرة، وبقولوا العصران اللي هي للغداة والعصر، فده كله موجود. المعنى اللي نصل به أنهم ابتعدوا وتمنوا البعد من بعضهم البعض،
ويتخاصمون في داخل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. طيب، قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ما في حاجة بتنفعكم في اليوم ذاك وأنتم قد جئتم. الظلم هو الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، يعني لن ينفعكم شيء اليوم وقد جئتم مشركين كافرين بالله سبحانه وتعالى. ويبين كمان قراءة ابن عامر، لو قرأت لابن عامر تقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم وتوقف عندها، بدل أنكم في العذاب مشتركون تستأنف إنكم في العذاب مشتركون. ونفس الصورة موجودة في محلات كثيرة من القرآن، منها في سورة الصافات، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. وأيضا هنا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إنكم في العذاب مشتركون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بدرية، الله يرضى عليك وعلى والديك. آمين إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. صلح القاف شوية. مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أحسنت، فتح الله عليك وعلى والديك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حج محمد. الله يرضى عليك فاطمة، كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يرضى عليك وعلى والديك. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أرجنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك. ثاني بدون ما تشدد على اللام. ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أجيب القاف وفخم الغنة. من قبلك مرسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله يسعى عليك وعلى والديك. هذا حزب اليوم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أهلا إيناس، الله يرضى عليك وعلى والديك. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفأنت تسمع الصم؟ بسملي البسملة كويسة يا إيناس. بسملي لما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم بدك 190 حسنة. لما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم بيكتب لك 190 حسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا منه أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أحسنت فتح الله عليك وعلى والديك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معك مريم شرف الدين من الدامة الحسنات. الله يرضى عليك وعلى والديك يا مريم، تفضلي. ماريا. نعم ماريا. اهلا ماريا، الله يرضى عليك وعلى والديك، تفضلي. يلا شنو الآية كمان؟ المصحف كم بعيد مني؟ أنا احنا افتح 492. نعم. اقري من الآية كم؟ 40. افأنت تسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. طيب، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. نذهبن بك أي نجعلك تترك مكة وتهاجر، أي نذهبن بك من مكة إلى المدينة، هذا معنى. والمعنى الثاني نذهبن بك بالموت الذي هو حق في حق كل عبد. قال فإنا منهم منتقمون. فإذا رجعنا إلى أمر الهجرة، انتقم الله منهم يوم بدر. يعني إذا قلنا هذا الأمر في انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يكون الانتقام هو ما حل بهم في بدر، وهذا عليه أكثر المفسرين. والمعنى الثاني بعد موتك، واسمعوا هذا جيدا، تكثر الفتن في ديار المسلمين ويكثر القتل وتكثر الشحناء وتكثر البغضاء، وينسون أنهم جسد واحد. وهذا مما يمزق قلب كل مؤمن، وهذا معايش في هذه الأيام أكثر من أي أيام أخرى. أعداء الله يتربصون بالمسلمين الدوائر، يريدون أن يمزقوا البلاد الإسلامية ويجعلوها أشلاء متقطعة، وعملاؤهم أعداء الله سبحانه وتعالى يقتلون المسلمين حيثما نصبوا لسنوات طويلة على كراسي الحكم، وكل ذلك مشاهد اليوم.
ولكن هنا قيمة عظيمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى ما أراد لهذا الأمر أن يحدث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم احتفاء بهذا الرسول، ولأنه أرسله رحمة مهداة، فأنعم عليه بأن لا يرى الفتن التي بدأت منذ حروب الردة واستفحلت في أيامنا هذه. لذلك قال له: فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أي حينما تموت فإننا ننتقم منهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أم عباس، الله يرضى عليك وعلى والديك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النون الله يرضى عليك. أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك. تاني. وإنه لذكر لك ولقومك. لذكر لك ولقومك. فسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. آلهة يعبدون. أحسنت، فتح الله عليك وعلى والديك. السلام عليكم. أم أبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يرضى عليك وعلى والديك جميعا إن شاء الله. تفضل. الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. بس أعمل الإخفاء. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي تاني. الله يرضى عليك. تاني على راحتك، ما تستعجل. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ده ما إدغام كامل من رسلنا من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن لا أرجع أقول أجعلنا ثاني أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون آلهة يعبدون أحسنت الله يستر عليك وعلى والديك. طيب سيدنا الحسن سيدنا قتادة اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. آلاء فتح الله عليك وعلى والديك تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أسمعي يا آلاء. الصم الصم الميم مشددة فيها غنة حركتين. العمية ما فيها غنة. الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدون. لا عندي ما في مقتدرون لكن مقتدرون زدنا حرفين مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. أسمعيها. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من هنا في غنة مفخمة من قبلك من رسلنا. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أحسنتي. طيب يا لا أنت قراءتك طيبة بس ما تستعجلي مخارجي كويسة إن شاء الله. ربنا يجعلك من أهل القرآن. نسمع المشارك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مين معانا؟ معاكم إسراء شرف الدين. نعم إسراء شرف الدين. أهلا يا إسراء الله يرضى عليك وعلى والديك. تفضلي اقرأي لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي إن كان في ضلال مبين. على راحتك شوية. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. صراط برضو الميم. إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعبدون
ما شاء الله، يعني لعلكم تتابعتوا أن أمهم لعلها معهم تزين لهم القراءة وتصحح لهم القراءة، وهذا مطلبنا وأحد مقاصد هذا يعني هذه الحلقات، أن تأتلف الأسرة كلها وتجتمع رافعين شعار الصحابة رضوان الله عليهم: تعالوا نؤمن ساعة، لا نتشاغل في هذه الساعة بأي شيء آخر، نستمع إلى كتاب الله ونشارك فيه، عسى أن نكون من الفائزين فيه بالأجر العظيم. يعني نحن نشد على يد كل أم أو أخت أو صديقة مع صديقتها أو زوجة مع زوجها، وهم يتدارسون القرآن ويتلون القرآن ويصححون تلاواتهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، قلت يعني بديت أتكلم عن هذه الآية العجيبة، وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام، يريد يعني يريد الله سبحانه وتعالى ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن: نذهبن بك نتوفينك. وقد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقمة شديدة، فأكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وذهب به، فلم يره في أمته إلا التي تقر به عينه وأبقى النقمة بعده. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما وراه من أمته إلا أفضل شيء، والفتن خلاها تكون بعده رحمة به، لأنه هو رحمة مهداة، وأشفق الله سبحانه وتعالى عليه ومن عليه بهذا الفضل العظيم. وهذه أيضا من الآيات الخفية التي فيها مكانة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي من قبله ومرسل دعا على أمته، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو وادخرها لتكون شفاعة لأمته، وكل هؤلاء الأنبياء شهدوا مصرع الطغاة من قومهم، أراهم الله ذلك وقرت أعينهم بذلك، لأنهم شاقوا الله وشاقوا رسول الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله سبحانه وتعالى وجعل النقم من بعده. ولكن قالوا: أري ما لقيت أمته من بعده. فمما شاف يعني الحياة اللي حصلت بكلها لحد الليلة، يعني هذا الحسن وقتادة لما يتكلموا لا كانوا معنا، ما أعرف كانوا يقولوا شنو، يعني كانوا يموتوا من الحسرة، الاقتتال والاشتباك ويعني كل حزب بما لديهم فرحون وخصام وشيار ولجاج، ليس له مكان أبدا لأناس تجمعهم لا إله إلا الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لما أري هذا الأمر ما زال منقبضا، فمن بسط ضاحكا حتى لقي الله عز وجل. تأثر بأمر الأمة، والله سبحانه وتعالى كفاه مؤونة أن يرى ذلك عيانا وأريه، فما زال منقبضا من بسط ولا ضحك. لذلك جاءت الوصية العظيمة التي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسكوا يا إخوان بالوحيين، فنحن على صراط مستقيم. هذه التكتلات الإسلامية في كل بلاد الإسلام فيما يختلفون وفيما ينقم بعضهم على بعض، أفي لا إله إلا الله؟ أفي أركان الإسلام؟ أم أنها الدنيا والزعامات تستهوي أهلها؟ والله إننا لمسؤولون.
يوم يقوم الناس لرب العالمين، لا لزعيم حزب ولا لرئيس دولة، ولكن لرب العالمين، ولا للاعب كورة أدخلها في الشباك، ولكن لرب العالمين. هذه موعظة وهذه دعوة قوية أن نتمسك بالوحيين، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك. هذا القرآن ذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. أربط أول الآية: يا زعماء الإسلام في كل بلد مسلم، يا من تخاصمتم ولججتم في الخصام، اقرأوا أول الآية فاستمسك بالذي أوحي إليك، واقرأوا آخرها وسوف تسألون. وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لأنه ليس في هذه الدنيا شيء أشرف من القرآن الكريم. وما تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أفضل من أن يتقرب إليه بكلامه. وهنا خطاب خصوصي أيضا لقريش وللعرب من بعدهم، لأن الله جعله بلسان عربي مبين، فشرف قريش ومن بعدها بهذا القرآن باللسان العربي، فأصبح شرف القرآن من شرفهم، لأنه أنزل عربيا وغلبت عليه لغة قريش، فلذلك هو شرف لهم وهو ذكر لهم. وبذلك شرفوا بهذا القرآن، أو شرفوا بهذا القرآن على سائر أهل اللهجات واللغات الأخرى. الإمام مالك جاء فيها معنى جميل جدا، قال الذكر هنا الإسناد يعني عن فلان عن فلان عن فلان، ودي خصيصة لهذه الأمة في القرآن الكريم، السند المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، والسند المتصل في رواية الحديث. فشرف عظيم أن تروي حديثا متصل السند. الإمام يحيى بن معين حينما أتته الوفاة قالوا له: ماذا تتمنى؟ قال: بيتا خالي وسندا عالي. ما قال قروش خلاها بوراي، ولا قال عمارة، ولا قال عربية، بيت خالي عشان يعبد الله فيه ويكون في خلوة مع الله سبحانه وتعالى، وسندا عال يشرفه يوم القيامة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أميرة، الله يرضى عليك وعلى والديك، تفضلي. اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون.
فامسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ما شاء الله، الله يفتح عليك وعلى والديك، قراءتك طيبة. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا سارة، الله يرضى عليك وعلى والديك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأنت تسمع سمي يا سارة، اقرأ البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو قراءتك جائزة بهذا الوضع، قراءتك جائزة، لكن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بدل ما الخطاب للرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. فإنا أو نوره فإنا النون المشددة فاء غنة. نعم. فإنا منهم منتقمون أو نورينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وسأل من أرسلنا. لا لا لا، من إظهار هنا. وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا. واسأل من أرسلنا. لا، من أسمعيها. من أرسلنا. من أرسلنا. من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. آلهة. معك مشترك. لا لا كده صلحي أنت قرايتك. من دون الرحمن شنو الكلمة آلهة؟ أنطقيها صح. آلهتين يعبدون. أحسنت، فتح الله عليك وعلى والديك. طيب قلنا يعني سيدنا مالك قال أيضا الذكر هنا في الإسناد في أحد الوحيين، إما في القرآن أو في السنة، وقلنا هذه خصيصة خص الله بها هذه الأمة. يعني الآن أنا أقول أنا أقرأ القرآن بسند متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبالي بعد ذلك، لأن هذا السنة الصحيح، وآلاف الأسانيد هذه وملايين الأسانيد هي التي حفظت لنا القرآن، وكذلك الأحاديث. وانظروا كيف جرد الله لها العلماء ومحصوها وقيموها ووضعوها في فئات، ونقول عن فلان وعن فلان وعن فلان. قالوا يعني بني التميمي كانت فيهم هذه الخاصية. قالوا يقول حدثني أبي، قال حدثني أبي، لحد ما يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العرب تنظر لهم باحترام شديد وتقدرهم، لأنهم يروون الأحاديث بسند متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، يروون ذلك عن جدهم الذي اسمه أكينة.
فيقولون عن فلان عن فلان عن فلان حتى يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول وقد سئل عن الحنان المنان. نحن نسمع الحنان المنان. طيب الأخوان يشيروا لنا نتلو تلاوة يوم الاثنين إن شاء الله، وإذا في الوقت سعة نبين هذا الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. نعم. إذن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقلنا اللغة العربية نزلت وتحسنت ونزل بها القرآن، هذا معنى. فيكون في ذلك شرف للقرشي وشرف لكل عربي من بعده. والمعنى الثاني الإسناد، وذكرناه من بني التميمي عن علي رضي الله عنه عن جدهم اللي هو أكينة عن علي بن أبي طالب يقول وقد سئل عن الحنان المنان. لا أسمع الإجابة دي. وادعوا بهذا الدعاء يا حنان يا منان. الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه. يا ربنا محتاج يقبل نحونا، ونحن هل لنا حول ولا قوة حتى نعرض عنه؟ ولكن يقبل على من أعرض عنه. الحمد لله أن هذا ربنا وإلهنا، الله الواحد الأحد الفرد الصمد،
الذي استحق الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، الحنان الذي يقبل عمن أعرض عنه. والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، يبدأ بالنوال قبل السؤال، يعني يديك قبل ما تسأله. كذا نذكرها في نقطة واحدة لكن مهمة شديد. احنا في بطون أمهاتنا سألناه الإيمان، سألناه الإسلام، سألناه أن نكون من أهل لا إله إلا الله، أدانا لها قبل ما نسأله. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي يقبل على من أعرض عنه ألا يعرض عن أحد منا أجمعين. ونسأله وهو المنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال ألا يحرمنا من نعمة الإيمان، وأن يحيينا جميعا مسلمين ويتوفنا مسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكان الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرى